أنا السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتطرق إلى النسب المثلثية كوسينوس سينوس وتانجنت. إذا النسبة الأولى وهي الكوسينوس، وهي قد سبق التطرق إليها السنة الماضية، فتعرفها أن جيب تمام زاوية حادة أو ما يرمز له بالكوسينوس فهو خارج بطبيعة الحال في مثلث قائم الزاوية، وخارج طول الضلع المحادي لهذه الزاوية على طول الوتر. فمثلا في هذا المثال قوس الزاوية بي، هذه الزاوية المشار إليها، فهو خارج طول الضلع المحادي لها أي هذا الضلع، وهذا الضلع هو أيضا محادي لها هذا الضلع، ولكن هذا الضلع يمثل الوتر في المثلث. إذا قلنا هو خارج طول الضلع المحادي، إذا طوله قسمة طول وتر هذا المثلث. إذا هذا تعريف جيب تمام زاوية حادة. ومثلا هنا جيب تمام الزاوية سي، فكوسينوس الزاوية ا سي بي يساوي ا سي على بي سي. تطبيق: إذا السؤال الأول، عندنا في المعطيات مثلث ا بي سي قائم الزاوية في أ، ومعطيت أن أ سي تساوي 2 و أ بي تساوي جذر مربع 3. إذا لنحسب كوسينوس أ بي سي، إذا أي قوس هذه الزاوية هذه؟ تلاحظوا هنا أن تعريف كوسينوس هو أ بي على بي سي، وما عندناش بي سي. إذا لنحسب بي سي، أولا لنحسب بي سي، بما أن أ بي سي مثلث قائم الزاوية، هو مثلث قائم الزاوية في أ، إذا حسب مبرهنة فيثاغورس فإن بي سي أس 2 تساوي أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2. نعوض أي 2 أس 2 زائد جذر مربع 3 أس 2، نحسب 4 زائد 3، إذا بي سي يساوي جذر مربع 7. إذا الآن بعد ذلك نرجع إلى السطر، ونعلم أن نعلم أن نعلم كبيرة مهم نعلم أن كوسينوس الزاوية ABC يساوي طول الضلع المحادي لها أي AB على BC أي جذر مربع 3 على جذر مربع 7. وبنفس الطريقة نحسب كوسينوس الزاوية C. هنا قد سبق حساب كوسينوس الزاوية B، أي قد سبق حساب طول الوتر. إذا هنا قوس الزاوية C يساوي AC على BC أي 2 على جذر مربع 7، ويمكن حذف الجذر مربع للمقام بالضرب في جذر 7 في البسط وفي المقام. التطبيق الثاني، EFG مثلث قائم الزاوية في E، F و G. عندنا في المعطيات EF تساوي 4 وقوس الزاوية EFG يساوي 0.7. إذا سنكتب تعريف جيب تمام زاوية حادة في هذا المثلث، كوسينوس أو إف جي يساوي الضلع المحادي أو إف على الوتر إف جي. ثم نعوض إذا أي 0.7 تساوي 4 على إف جي التي نريد حسابها. هنا يمكن استعمال قاعدة التناسبية، لأن 0.7 مقسومة على 1، إذا اف جي تساوي 1/4 قسمة 0.7، يعني 0.7 لا بينا نحسبها بكتابة كسرية هي 7/10. ثم نحسب جداء الأول في مقلوب الثاني أي 10، هذا درنا المقلوب الأول. إذا اف جي تساوي 40/7.